السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله دائما وابدا. حبايبي ما راح اطول عليكم. هذا الفيديو مطلوب لمجموعة قوافل المسافرين من الاخ مصطفى الانصاري. الاخ مصطفى الانصاري طلب مني نشرح عن موضوع السفر لألمانيا، إن كان موضوع دعوة، إن كان موضوع سفر، إن كان في طرق تانية للوصول لألمانيا. هلأ أنا بصراحة يا جماعة يعني أنا رح أحكي لكم المعلومات يلي أنا بعرفها وإن شاء الله متأكد منها، وبنفس الوقت يعني هذا الفيديو إن شاء الله يعني هادف لأنه بوصل المعلومات للناس بكتير أسئلة كتب لي إياها الأخ مصطفى، فرح أجاوب على سؤال سؤال إن شاء الله بهذا الفيديو. وأنا موجود بألمانيا صار لي تقريبا حوالي 8 سنين، وصار عندي يعني تقريبا فكرة 70% عن القوانين هون بألمانيا إن شاء الله، شو مسموح وشو المو مسموح. فبإذن الله أنا رح أجاوبكم عن الأسئلة يلي أنتوا طرحتوها بالمجموعة عندكم، هي مجموعة قوافل المسافرين، تمام؟ رح نبلش بأول سؤال إن شاء الله اللي هو مكتوب عنا هون: هل دعوات متوفرة الآن في ألمانيا وإلى أوروبا؟ يعني هل الدعوة مفتوحة حاليا لألمانيا ولأوروبا بشكل عام؟ هلأ بالنسبة لألمانيا أنا رح أحكي عن ألمانيا. ألمانيا الدعوات مفتوحة شغالها، يعني بهذا الوقت هلأ شغالة ما في أي مشاكل. بينزل واحد على مكتب الأوسلندر بهوردة، تمام؟ الأوسلندر بهوردة بيقدم طلب أنه أنا بدي أعمل دعوة لشخص، تمام؟ اللي هو بيسموه فيرفليشتونز إركليرونز، تمام؟ هاد اللي هو دعوة الكفالة، تمام؟ هذا الموضوع هلا حاليا متوفر بألمانيا ما في أي مشاكل عليه، بس في شيء أحيانا في بعض الأماكن بألمانيا ما عم يرضوا موضوع الكفالة حاليا. ليش؟ السبب هو كورونا. هلا كورونا بصراحة كتير متأزمة الأمور بألمانيا، وهن عم يحاولوا قدر الإمكان يعني ما حدا يجي لعندهم من خارج ألمانيا كرمال إنه يحصروا بس موضوع الكورونا، تمام؟ يعني عم يصير في كتير إصابات بألمانيا، فلهذا السبب في بعض الأماكن بعض الأوسلندا بيهودي ما عم يقبلوا طلبات الدعوة، تمام؟ بس نسبة كبيرة إنه ما في أي مشاكل، عم يقبلوا طلبات الدعوة ما في أي مشاكل عليها شغالة، تمام؟ هاي بالنسبة لسؤال رقم واحد. هلأ في شغلة بالنسبة لموضوع ألمانيا، المدن يلي مسموح فيها انه يعملوا نظام الدعوة والكفالة هن 5 مدن فقط، واللي هن برلين، هامبورغ، براندنبورغ، تورينغن، وبريمن. هدول المدن يلي بألمانيا مسموح فيهم نظام الدعوة. باقي المدن الأفضل أنا ما رح أقطع الطريق، الأفضل ينزل الشخص اللي بالمدينة غير هالمدن اللي أنا ذكرتها ينزل على مكتب الأوستندر ويسأل بالأوستندر بهوردي إذا كان مسموح أو غير مسموح، هذا الأفضل، تمام؟ بس هو قانون المعروف هلا: برلين، هامبورغ، براندنبورغ، تورينغن، وبريمن، هذول مسموح فيهم الدعوة، فيهم نظام ما في أي مشاكل عليهم. عندنا سؤال رقم 2: شو إجراءات الدعوة حتى يوصل إلى ألمانيا الواحد؟ يعني شو الإجراءات اللي لازم يساويها الشخص لحتى يحسن يوصل لألمانيا؟ هلأ بالنسبة للإجراءات أنا إذا بدي أحكي الإجراءات كتير يعني طويلة، فنحن ما بدنا نطول فيديو كتير مشان العالم ما تمل. أنا عامل فيديو عن الإجراءات المطلوبة لحتى الواحد يحسن يعمل دعوة زيارة لشخص إلى ألمانيا، تمام؟ رح حط لكم الرابط بالوصف تبع الفيديو، تمام؟ يلي بيحب بإمكانكم تفوتوا على الرابط تبع الوصف اللي حاط لكم إياه، تفوتوا على الفيديو أنا شارح شو الأوراق المطلوبة وشو الشروط المطلوبة للدعوة، تمام؟
يعني حتكون أوضح. فرح أحط لكم الرابط، فوتوا على الفيديو وشوفوا شو الأوراق وشو الشروط المطلوبة لحتى الواحد يحسن يحصل على فيزا دعوة. تمام. عندنا سؤال رقم 3، هل يحق تقديم اللجوء بعد الوصول إلى ألمانيا أم بعد انتهاء مدة الدعوة؟ تمام. طيب هلأ مدة الدعوة بتكون أول مرة 3 شهور، بيحسن الواحد يعمل دعوة 3 شهور، بيوصل الواحد عليها لهون لألمانيا، أول شيء الدعوة بتكون 3 شهور. بالنسبة لموضوع أنه بيحسن يقدم طلب لجوء دغري أو بعد انتهاء الدعوة، يا جماعة بصراحة أنا حكون صريح معكم، هذا الحكي ما له موجود. أنك أنت تجي وزيارة لهون وبعد ما تنتهي الفترة الزيارة هي 3 شهور أنك تروح تقدم لجوء، هذا موضوع ما له وارد بألمانيا. تمام. ليش ما له وارد؟ لأنه أنت في عندك كفيل. تمام. الكفيل هو كفلك أنه تجي أنت على ألمانيا ويكفل بمصاريفك كلياتها. فأنت وتحتروح على أوستن بيهاردة وتقول لهم أنا بدي أقدم طلب لجوء، يعني رح ينرفض. رح ينرفض ليش؟ لأنه حيقول لك أنه أنت جاي دعوة، كيف بدك تقدم طلب لجوء؟ وين الكفيل؟ جيب الكفيل. تمام. بيجي الكفيل، شو يا معلم شو عم يقول الأخ بدي أقدم طلب لجوء؟ إيه طب كيف يعني هيك؟ ما أنت كفلانه. مزبوط. إيه أنا كفلانه. مزبوط. ما بحسن أقدم طلب لجوء. فإنك تقدم طلب لجوء صعب، هذا الموضوع صعب. بس شو الحلول؟ بعطيكم شو الحلول لهذا الموضوع. أول ما بيعمل دعوة بتجي 3 شهور. تمام. قعدت 3 شهور أنت عند الشخص، أوكي خلصوا 3 شهور، الشخص ما في عنده مشكلة، بإمكانه يمدد لك وهو بإمكانه يصرف عليك، يعني ما في أي مشكلة مثلا. تمام. أي مثال أعطيكم كذا مثال، أنا مثال أنه هو بيحسن يصرف عليك، فبإمكانكم ترجعوا تنزلوا على الأوسلندر بهاردة ويقول لهم بدي أعمل فلينغاونج اللي هو التمديد. تمام. بيعمل تمديد 3 شهور تانيات، كفالة تمديد كفالة 3 شهور تانيات، هون بكون صار له 6 شهور. بعد 6 شهور بيحق لكم ترجعوا تقدموا كمان 3 شهور تانيات اللي هو كمان تمديد الفلينغاونج. تمام. بس يمدد 3 شهور صاروا 9 شهور. بعد ما يصيروا 9 شهور هون بقى بيقولوا له تعال، معناته أنت هلأ قدم طلب بإمكانك تكفله تعمل له كفالة لمدة 5 سنوات. يعني الكفيل بيحسن يمدد التمديد الرابع اللي هو لكفالة ل5 سنوات. تمام. يعني الكفيل بيحسن يكفله للشخص 5 سنوات. بس انك تروح تقدم طلب لجوء، هلا انت بامكانك تروح تقدم طلب لجوء، بس يعني بدك تتوقع 80% حيرفض. هاي واحد. اثنين، اذا قبل رح يأثر على الكفيل. يعني ليش رح يأثر على الكفيل؟ لانه الكفيل هو جابك واسم الاسم بالاوستاندر اسمك انت، حينحط نقطه انه انت جاي كفاله عن طريقه فلان الفلاني. تمام. فانت قدمت طلب لجوء، معناته الشخص اللي كفلك ما كان قد الموضوع هذا، راح ينحط نقطه على اسمه انه هذا الزلمه اذا مره ثانيه بده يعمل دعوه لحدا انتبهوا، في بزماناته عمل دعوه لشخص واجا وقدم طلب لجوء عنك. تمام. فحتكون فيها تاثير عليه وعليك، انه انت ممكن ينرفض الطلب وممكن ينقبل، بس نسبة قليلة انه ينقبل الطلب. تمام. فهذا الموضوع هيك بصير، مثل ما قلت لكم 3 شهور، بعدين 6 شهور، بعدين 9، بعدين بيكفلك هو 5 سنين. 5 سنين. بعد ما يكفلك 5 سنين، اذا انت بهال5 سنين مثلا، بهال5 سنين ضليتك على كفالته، تمام، ما لقيت شغل، ما عملت شيء، ما سويت شيء، بعد 5 سنين بإمكانك تقدم طلب لجوء. ليش؟ لأنه ساعتها بتقول أنه أنت هذا الشخص والله كفلني 5 سنين، ما عاد يحسن يكفلني أكثر. تمام؟ القانون الألماني بيقول لك بعد 5 سنين تحسن أنك تقدم طلب لجوء، تصير بقى تأخذ مساعدات من ألمانيا. تمام؟ طبعاً أنت بهال5 سنين اللي جاي أكيد مالك جاي أنت لحتى تأكل وتشرب وتنام هون بألمانيا، لا، أكيد راح تجي وتلاقي شغل، تتعلم لغة. بس تعلمت لغة ولقيت شغل، في طرق تانية هون بقى صارت انك انت تحسن تطلع عن كفالة الشخص. كيف يعني تحسن تطلع عن كفالة الشخص؟ انت قاعد بهالفترة لقيت شغل، تمام، تعلمت لغة ولقيت شغل،
تروح ساعتها انت والكفيل على مكتب الاوسلندر بيهوردي وتقوله انه انا لقيت عقد عمل وعندي استعداد اني انا عيش واتكفل بمصاريفي كلها لحالي. تمام؟ هون ساعتها الاوسلندر بيهوردي بيدرس طلبك وبيعطوك اقامة عمل. تطلع من كفالة انت الشخص وتروح لإقامة عمل. تمام؟ بس في شغلة، انت خلال هالفترة اللي عم تشتغل فيها لقيت عقد عمل مثلا اشتغلت فيه 6 شهور، بعد 6 شهور انت اجيت مثلا والله تركت، تمام؟ ما بتروح تقدم طلب لجوء، لا، بترجع على كفالة الشخص اللي كان كفلانك اول شيء. بده يكفلك 5 سنين، 5 سنين بده يكفلك. يعني ما فيها شطارة الشغلة، يجي الواحد يقول انه يلا بشتغل 6 شهور، بعد 6 شهور بترك الشغل وبروح انا بقدم على شو؟ بقدم على لجوء. لا، خلص انت طالما اخذت اقامة عمل شو عاد بدك؟ يعني شو عاد بدك؟ تاخذ اقامة عمل بتشتغل بتزبط امورك وعلى 24 وبتطور حالك، بعدين ممكن تحصل على الجنسية لانه في لها شروط الجنسية، وما راح نفوت بتفاصيل الجنسية لانه هي بدها شرح لحالها كامل. تمام؟ فهي الفكرة تبع السؤال اللي هو رقم 3، هل يحق تقديم اللجوء بعد الوصول ام بعد انتهاء المدة؟ بظل الامور ان شاء الله صارت واضحة عندكم هيك. تمام؟ طبعا يا جماعة اللي عنده أسئلة بهذا الموضوع، أي سؤال بيخطر على بالكم اكتبوا لي بالتعليقات عندي على الفيديو، أنا بجاوبكم بإذن الله قدر المستطاع بالمعلومات اللي أنا بعرفها. تمام؟ بنروح للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول كم تكلفة الدعوة الشخص الواحد حتى وصوله إلى ألمانيا؟ تمام؟ يعني قديش التكاليف اللي الواحد بده يدفعها ليكون انه واصل على ألمانيا. بالنسبة لموضوع التكاليف يا جماعة، موضوع التكاليف انا حاكي بالفيديو اللي قلت لكم عليه، رح احط لكم اياه بالوصف، اللي هو طريقة دعوة شخص زيارة الى ألمانيا. حاطت انا شو التكاليف، لانه التكاليف شو بدها تكون؟ اول شغلة رح يكون في عنا رسوم الفيزا اللي هي بحدود 60 لـ 75 يورو، هاي تكاليف الرسوم الفيزا وانت تحصل عليها. هاي واحد. اثنين، في عنا التأمين، في تأمين لازم نعمل تأمين صحي، هذا التأمين الصحي لازم يصير، حاطت انا تكاليفه كمان بالفيديو. وفي عنا تأمين اللي هو التأمين الشخصي. كيف يعني تأمين شخصي؟ يعني انت هون بألمانيا، جيت على ألمانيا، في تأمين اسمه هافت فليشت، تمام، بريفات هافت فليشت فرزشاهم. هاد التأمين اذا انت مثلا لا سمح الله اجيت على ألمانيا وأزيت شيء هون بألمانيا، انت كنت ماشي بالبسكليت حطت سيارة، لا سمح الله طرقت حدا بالبسكليت، كنت بمكان صار معك مشكلة، صار معك قصة، لازم يكون عندك تأمين اللي هو بغيفات حقك ليش فزشونج. هاد مشان انت التأمين يعود الشخص اللي يتضرر. تمام؟ ففي هذا التأمين. وفي عنا تأمين تاني اسمه الكرانكن فيزيشنغ اللي هو تبع المرض. اذا انت اجيت لهون ولا سمح الله الواحد مرض بده يفوت على المستشفى بده يروح على الدكتور، هون في تامين الزامي لهذا الموضوع، انك انت مشان اذا بتروح على الدكتور في مين يدفع لك تكاليف الدكتور او المستشفى او الشيء اللي انت بدك تعمله. تمام؟ وشو في عنا كمان؟ حكينا في عنا هي التامين تبع المرض وتامين الشخصي وتكاليف اللي هو 60 يورو. وشوفي عنا بالإضافة لتكت الطيارة، بس هي التكاليف كلها تبع الدعوة، يعني ما لها تكاليف باهظة، يعني ما في. تمام؟ طبعا الكفيل مثل ما حكينا، هلأ أنتم بتشوفوا الفيديو اللي حطلكم اياه بالوصف، طبعا الكفيل لازم يكون عنده راتب يكفي لكم شخص بده يدعي، هو شخص 2 3. رح حطلكم ورقة أنا هلأ ورقة رح حطلكم اياها بيبين معك انك اذا بيدعي شخص ولا 2 ولا 3 قديش لازم يكون راتبه لحتى يحسن يدعي. تمام؟ هلا بحط لكم اياها، هلا بتكون اياها بالفيديو بتشوفوها. فهي الامور بس اللي بده يدفعها. هلا الشروط الجديده، الشرط الجديد اللي زايد عن الشروط اللي يعني مطلوبه، اللي هو يكون معك لقاح كورونا. لازم يكون معك انه انت متلقح لقاح كورونا، واذا تروح تقدم السفاره يكون معك انه انت متلقح لقاح كورونا. تمام؟ هذا اللي لازم، الشرط الجديد اللي اضافه. بس هاي بالنسبة لموضوع التكاليف. هلأ في عنا سؤال رقم 5، هل يحق للشخص الذي دعاني
أن يكفلني وكم يحق له مدة يكفلني؟ حكينا هذا، جاوبنا على هذا السؤال، بيكفلك لمدة 5 سنوات. تمام، نروح السؤال يلي بعده. إذا قدمت لجوء هل سوف يرحلوني أو سيرفضون الطلب بسبب أنه جئت عن طريق الكفالة؟ كمان جاوبنا على هذا السؤال، قلنا لكم ما فيكم تقدموا طلب لجوء لبعد 5 سنين، أنتوا بدكم تجوا كفالة، بضلكم كفالة 5 سنوات على الشخص يلي إجاكم، أو إذا لقيتوا عقد عمل طلعتوا اشتغلتوا تشتغلوا بتصرفوا على حالكم، يصير في تغييرات تانية. تمام؟ عنا السؤال رقم 7، هل كل الدول العربية تشمل نظام الدعوة صديق أو أقارب إلى ألمانيا؟ بالنسبة للدعوة، دعوة لكل البلدان، إن كان عربية وإن كان آسيا وإن كان أي، الدعوة موجودة لكل البلدان، ما في بلد معينة. تمام؟ ليش؟ لأنه هي الدعوة دعوة زيارة ودعوة كفالة، فطالما أنه في كفيل بيتكفل بالمصاريف، بيتكفل بمصاريف الشخص اللي بده يجي، ما في مشكلة، بإمكانك تدعي من أي بلد، ما في مشكلة على هذا الموضوع. أي شغلة بالنسبة لموضوع أنه دعوة صديق أو أقارب، هلأ برنامج الدعوة يا جماعة في له مراتب. تمام؟ في له مراتب. المرتبة الأولى بتجي للأقارب اللي هي الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة، هذول بيجوا بالمرتبة الأولى، هذول لأنه بيعتبروا أقارب. تمام؟ كل شيء لك أقارب، هذول من الدرجة الأولى. هلا طبعا ابن الخالة، ابن العمة، ابن، هذول يعتبروا أقارب بس في لهم درجة تانية، في لهم درجة ثالثة. تمام؟ فهني درجات. بالنسبة للأقارب مثل ما تكون اللي ذكرتهم تحسنوا بتعتدوا تعملوا لهم دعوة. بالنسبة للصديق، الصديق بيجي بالمرتبة الثالثة تقريبا أو الرابعة. تمام؟ يعني الصديق انه اوكي انت بامكانك تدعي للصديق، ما في اي مشكله طالما عندك الشروط تدعي، بس في احتمال، في احتمال اذا شكوا انك انت مثلا هذا الصديق بدك تدعي انه في سبب او في هدف او في هذا الموضوع، في احتمال انه ينرفض الطلب، في احتمال انه ينرفض الطلب. تمام؟ بس احتمال بنسبه قليله كتير. هلا هون يعني بالنسبه لموضوع الاصدقاء، يعني بصراحه حكون صريح معكم شوي هون، يعني والعياذ بالله، الله يا رب يعفو عنا يا رب، هون عندهم مسموح زواج الرجال مع الرجال أو المرأة مع المرأة، يعني استغفر الله، الله يا رب يجيهم يا رب. فهذا الموضوع يعني ممكن أنه يتقبلون، أنت عم تدعي صديق، أوكي أنا هذا صديقي وبعزه وكذا وأنا بدي أدعي. تمام؟ يعني في ناس، يعني عفوا منكم، في ناس بتروح تدعي شخص بتقول له أنه مثلا أنه هذا صديقي وانا بحبه مثلا، انه انا ممكن بدي اتزوجه بس كرمال انه يجيبه لهون مثلا، مثلا مثال، او بنت مثلا بدها تدعي انه انا صديقتي انه انا بحبها لانه بدي اتزوجها. ليش؟ لانه هذا القانون موجود عنده، ما عندهم مشكله فيه. عرفتوا كيف؟ فهذا الموضوع يعني موضوع الاصدقاء بينقبل موضوع الدعوه، ما في اي مشكله عليه ان شاء الله، بس في نسبه قليله انه ينرفض. تمام؟ فما في مشكلة إن كان صديق وإن كان قريب، بس مثل ما تكون في فئة أولى، فئة تانية، فئة ثالثة، فئة رابعة. فالصديق بيبقى بيجي بالفئة الثالثة أو الرابعة. تمام؟ في عنا سؤال رقم 8، كم هي المدة الذي أستطيع أن أحصل على فيزا حتى وصولي إلى ألمانيا؟ المدة يا جماعة، المطلوب من صاحب الدعوة اللي بده يعمل دعوة، المطلوب انه ينزل على الاوسلندر بهوردي وياخذ موعد يقول انا بدي اعمل دعوه. هذا الموعد بصراحه في بعض الاماكن عم يكون صعب. ليش؟ لانه عم يكون ضغط، في ضغط كتير كتير كتير. فصاحب الدعوه بامكانه يفوت على الاونلاين ويعمل موعد، يشوف اي اقرب موعد يحسن ياخده، ياخذ موعد، بس ياخذ موعده، بس يروح على الاوسلندر بهوردي، بالمقابلة الأوسلندر بهوردي فورا بيقرر، بيقول له يا بيعطيه موافقة للدعوة يا بيعطيه رفض للدعوة. يعني خلينا نقول المدة، يعني خلينا نقول المدة اللي بيحسن الواحد يوصل فيها لألمانيا، لأنه بعد ما تأخذ الموافقة من الأوسلندر بهوردي بدك تستنى موعد السفارة بالبلد اللي أنت موجود فيها، السفارة الألمانية، عشان تروح على السفارة وتعمل مقابلة بالسفارة ويعطوك الفيزا. تمام؟ فهن مرحلتين، مرحلة انه بيكون فيها انه لازم تاخذ موافقة من الأوسلندر بهوردي اللي هي للدعوة، وبعد منها الأوسلندر بهوردي بيقول لك
انتظر تليفون او ايميل من السفارة اللي انت البلد اللي حددت فيها الالمانية مشان يروح الشخص وياخد الفيزا. فخلينا نقول المدة يعني بالكتير بالكتير لحتى تعمل هالمقابلتين وتخلص، يعني رح اعطيكم الزيادة انا، يعني بدنا نقول 4 شهور. تمام، فينا نقول انه 4 شهور. فالمدة لانك انت تروح تاخذ موعد من الاوستاندر وتاخذ موافقة وبعدين يجيك موعد السفارة، رح نقول يعني 4 شهور. تمام، مو يعني ما بظن اكثر. هلا مع الكورونا شوي الامور مخربطه، شوي في ضغط مع هجمه اللجوء والعالم كثير في طلبات لجوء وكذا، فممكن انه يكون في شويه ضغط. تمام، بس هذا الموضوع يعني خلينا نقول 4 شهور. تمام، عندنا سؤال رقم 9، هل يحق لي دعوه صديق او اقارب الى المانيا؟ حكينا عليه هذا الموضوع، خلصنا منه. سؤال رقم 10، هل يحق لي بعد وصولي إلى ألمانيا أن أعمل أو أحصل على عقد عمل؟ وهل يحق لي الزواج؟ تمام، موضوع أنك أنت توصل ألمانيا مثل ما حكينا، سمعتوا بالبند اللي قلت لكم، يمكن كان رقم 3 أو 4، أنه بإمكانك تلاقي عقد عمل هون لو أنت جاي على كفالة، بإمكانك تلاقي عقد عمل. وبس تلاقي عقد عمل بتنزل على أستاذ بيهوردو وتقول لهم أنه أنا لقيت عقد عمل وحابب أني استقر هون وابني حياة وأسس حياة جديدة هون بألمانيا، بإمكانك أنه تلاقي عقد عمل، ما في أي مشكلة على هذا الموضوع. تمام، بالنسبة لموضوع الزواج طبعا بحق لك تتزوج إذا أنت مثلا شفت حدا هون تفهمت وياه وصار في علاقة أنه مثلا كنت تتزوج وكذا، ما عندك أي مشكلة، بإمكانك تتزوج وعادي، يعني ما في أي مشاكل. بس في اوراق لازم تجيبها، اذا كانت اللي بدك تتزوجها مثلا عربيه لازم بيطلبوا منك اوراق من بلدك اللي هي بلد العروس، ومن بلدك في اوراق بدك تجيبها، بيان ولاده، اخراج قيد، بيان، يعني في كثير شغلات. تمام، وبالنسبه لموضوع الزواج بامكانك تزوج، يعني تثبته هون بالمانيا، بتثبت نظام بالمانيا اذا كانت زوجتك عربيه من بلدك او من بلد عربي ثاني. اما اذا كانت الزوجه المانيه الأمور طبعاً بتكون هون سهلة وما في أي مشاكل عليها، بتنزلوا هون تزوجوا في بالبلدية بالرات هاوس، في قسم خاص موضوع الزواج، وبتمشي الأمور ما في أي مشاكل عليها. تمام، هذا السؤال رقم 10 واللي هو الأخير. حبايبي، إن شاء الله أكون أنا نفذتكم بهذا الفيديو وبالمعلومات يلي عطيتكم إياها إن شاء الله. تحياتي لكل الناس اللي عم يشوفوا هذا الفيديو، وتحياتي لأخونا مصطفى الأنصاري، وتحياتي لكل الأشخاص الموجودين بمجموعة قوافل المسافرين. تمام حبايبي، إذا عجبكم الموضوع واستفدتوا منه لا تنسونا من زر الاشتراك مشان يوصلكم كل شيء معلومات جديدة أنا رح أنزلها عن هاي المواضيع. بإمكانكم تفوتوا على قناتي كمان وتشوفوا بالقناة أنا حاكي كتير عن مواضيع فيزا العلاج، فيزا دعوة زيارة لشغل على ألمانيا، فيزا دراسة، يعني في كتير شغلات أنا حاكيها عندي بالقناة، فبإمكانكم إن شاء الله تستفادوا الموضوع. بتشكركم لحسن المتابعة، سامحوني إذا طولت عليكم، بس مثل ما شفتوا الأسئلة بدها جواب واضح وصريح، فسامحوني إذا طولت عليكم. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.